أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، بعد استراحة المحارب في العيد نعود من جديد إلى مواصلة هذه الكلمات الطيبات. وعنوان حلقة اليوم: إنما يتقبل الله من المتقين. بعد العمل الطيب المبارك في شهر رمضان المبارك، وبعد أن انقضى ومضى، يطرح هنا سؤال: ماذا بعد؟ هل يستمر الإنسان في استثمار ما اكتسبه في هذا الشهر، أو ينتكس من جديد؟ أحاول في عجالة أن أقدم مجموعة من المعينات، إن صح التعبير، على تجويد العمل ليحظى بالقبول، وفي نفس الوقت هي معينات على أن يستمر الإنسان بعد رمضان على ما كان عليه من خير في رمضان. أول هذه المعينات هو الإلحاح في الدعاء. عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء فيها كثير من الإلحاح، وفيها كثير من الخضوع والتبتل والتضرع. فمن ذلك قوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هذه إشارات إلى حرص الأنبياء على كثرة التبتل أمام باب الله سبحانه وتعالى ليقبل دعواتهم، وكانوا يعيدون الأدعية ويلحون ويغيرون في العبارات. ثانيا، من علامات القبول والاستمرار كذلك سخاء النفس بما تستطيب. وصدق الله العظيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن يستعين الإنسان بالإنفاق، وأن ينفق من أحسن ومن أجود ما لديه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومن هنا جاءت قصة ابني آدم، إذ قدم هابيل أفضل ما لديه، وقدم أخوه قابيل أردأ ما لديه، فنزلت النار وأكلت ما قدمه هابيل، إشارة إلى أن الله تعالى تقبل صدقته وقبل عمله. الأمر الثالث: إرادة وجه الله بالعمل، ويكون ذلك عندما يكون ظاهر وباطن المتعبد سواء. قال عز من قائل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. إنما يتقبل الله تعالى
ما كان خالصا لوجه الكريم. الأمر الرابع إحسان العمل وتجويده، فلا بد من أن يقدم الإنسان أفضل وأجود ما يحسنه وما يستطيعه. ومن هنا ورد في حديث المسيء صلاته كما يسمى قوله عليه الصلاة والسلام له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم أنه بذل مجهودا ولكنه لم يصلي الصلاة التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل يقبل الأحسن وينظر في الحسن، أما الأردأ من العمل فلا يبالي الله به. الأمر الخامس أن يكون هذا العمل صوابا، ومعنى أن يكون صوابا أن يكون مبنيا على العلم لا على الخرافة. وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله يؤكد أنه لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صوابا مخلصا، ومعنى أن يكون صوابا أن يعمل وفق ما شرعه الله، ومعنى مخلصا أن يكون لله سبحانه وتعالى وليس لغيره فيه حظ ولا نصيب. الأمر السادس أن يتلطف المرء في الدعاء، وأن يحسن الخطاب والتأدب مع ربه جل وعلا. ونقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى حكاية عن الصالحين من عباده: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآيات. وفي سورة يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعلى لسان سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الأمر السابع الاستدامة على الطاعة، ورد في كلام الأتقياء الزهاد العباد من علامات قبول الطاعة: الطاعة بعدها. وكان علي رضي الله عنه يقول: إن قبلت طاعتك فكن من الشاكرين واستمر في العبادة، وإن لم تقبل فكن من الخائفين واستمر كذلك في العبادة. الأمر الثامن الوجل من عدم القبول، وقد ورد في كتاب الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما قرأتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم الذين يزنون ويشربون الخمر. قال: لا يا ابنة الصديق، هم قوم يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يخافون أن لا يقبل منهم. الأمر التاسع ورد في الحكم: ربما قدر لك الطاعة ولم يفتح لك باب القبول. ربما قدر لك الطاعة ولم يفتح لك باب القبول، وربما قدر المعصية فكانت سبب الوصول. يجب
الاعتماد على الله والحرص على ما عند الله. فرب طاعة أورثت عجبا وكبرياء، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. عاشرا وأخيرا، قبول العمل من السماء والأرض، بمعنى أن يحرص الإنسان على أن يرضي الله تعالى فيرضي عنه الخلق. يعني قبول السماء يعني أن تقبل الملائكة هذا العمل وترفعه، قبول أهل الأرض عندما يجعل الله للإنسان قبولا فيمدحه الخاص والعام من الناس ويرتضون عبادته ويقبلون أن يصلوا خلفه. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام: من بين الذين لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا إمام أما قوما وهم له كارهون. فلا بد من أن يكون الإنسان إنسانا تأتلف عليه القلوب. وقد وصف الله حسن خلق نبيه وليونته مع الخلق فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا ويوفقنا على الاستمرار ومزيد من طاعته والحذر من معصيته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.